السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مارسيلين متفرج على قناة بريم أريبيا، ودلوقتي هنشوف لو أنا جاي ملف أي إف سي إزاي أفتحه على الريفت. في طريقتين، الطريقة الأولى إن أنا أجي هنا من إنسيرت وأقول له لينك أي إف سي. ده ميزته في إيه؟ إن أي حاجة هتتغير في ملف الأي إف سي هتظهر معايا، تمام؟ بس مش هينفع إن أنا أغير حاجة فيه، يعني أنا واخده لينك، لو حد عمل إكسبورت من الشغل التاني مثلا اركيد او تكلا هيجي معايا الاي اف سي، وكل مثلا تعديل التعديل ده هيظهر معايا، بس مش هينفع اعدل حاجه في الملف، ما ينفعش الغي حاجه او اغير فيه، تمام؟ لان هو عباره عن لينك او سيرف، تمام؟ الحل الاخر ان انا اقول له فايل واقول له اوبن واقول له اي اف سي وافتح الملف الاي اف سي. خلينا نختار الاصغر واحد فيهم، او ممكن خلينا نختار مثلا دوت، تمام؟ اهو ده الملف اللي بيجي مع الويندوز، بقول له اوبن، هيبدأ يفتح لي ملف الاي اف سي. طيب ملف الاي اف سي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لغة مشتركة بين البرامج بتاعة البيم. يعني على سبيل المثال انا شغال دلوقتي عايز اشتغل معماري بالاركيكاد، وعايز اشتغل ام اي بي ببرنامج معين وليكن مثلا ماجيك كاد، وعايز اشتغل الانشائي على تكلا، تمام؟ طيب الفكرة كلها ان كل واحد فيهم بيسايف امتداد مختلف. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نشتغل على امتداد اي اف سي. ده عملته بيلدنج سمارت، دي منظمه اشترك فيها الشركات اللي بتشتغل في البيم، بحيث ان هم يوجدوا لغه مشتركه، بحيث لو انت حابب تشتغل على اي امتداد من الامتدادات او عايز تشتغل على اي برنامج تقدر تشتغل وتصدر الشغل بتاعك لحاجه بيت البرنامج تفهمها. يعني بدل ما كل واحد بيتكلم انجليزي واحد بيتكلم الماني واحد بيتكلم فرنساوي، هنتفق على لغه كلنا نترجم ليها، كل واحد بيتكلم لغته، بس لما بيتقابل مع الاخرين في لغه مشتركه بيقدروا يفهموا بعض بيها. طبعا مش الاي اف سي بس، هم عاملين كذا حاجه منهم، مثلا الجي بي اس ام ال، بس مثل الاي اف سي ان هو بيديك المعلومات ال 3 دي اللي تقدر تشتغل بيها. الجي بي اس ام ال بيبقى اغلبه البيانات بتاعت المبنى، البيانات اللي انت بتستخدمها في تحليل مثلا مناخ، تحليل الاستراكشر، تحليل الكهرباء وهكذا. هو دلوقتي لما هيفتح لك اوبن دلوقتي مالكش علاقة بالملف اللي كان موجود، يعني انت خدته كوبي وحطيته في الملف بتاعك، لذلك هتلاقي مساحة الملف بتاعتك بدأت تكبر، لأن أصبحت دي عناصر جواك كأنك أنت رسمتها، تمام؟ هل الجودة بتاعتها، جودة الملف اللي بيجي كأنه اتعمل من الريفت الأصلي؟ لأ. لا ليه؟ لان يعني في اختلافات، هتلاقي في بعض الحاجات المعلومات فيها ناقصه، هتلاقي في حاجات ما درسناهاش بدقه هايله، يعني هو بيقدر يحل لك مثلا 95%، وبتلاقي في بعض الحاجات فيها مشاكل فبتبدا تشوفها، تمام؟ على سبيل المثال مثلا في بعض المرات لما جينا نعمل الموضوع ده لقينا الروم مش مظبوطه، السبيس مش مظبوطه، ساعات مثلا الفيرت وول مثلا مش مظبوطه، خلينا نقول له اوكي اهو. طيب لو انا عملت سيلكت على اي عنصر اقدر اعمل عليه سيلكت؟ اه. مش لازم اعمل سيلكت على كله؟ اه. طب اقدر اغير اللايتنج دي انقلها من هنا لهنا؟ اه، تمام. طب ديت اقدر انقلها؟ اه. طب لما بعمل سيلكت عليها بيقول لي ان ده ماس ولا فرنتشر؟ لا، قال لي ده فرنتشر، جاب لي الخصائص بتاعتها. اه. طب تعالى نعمل سيلكت مثلا على الوول، جاب لي المعلومات بتاعت الوول كامله زي الفل، تمام. طيب اهو تعالى نعمل سيلكت على دوت، ده ستير، اتعرف ان هو ستير، اقدر اعمل له اديت؟ اه، اقدر اعمل له اديت ان بليس وتقدر تعدل فيه، بس ما ادانيش التعديل في الوول، ممكن ما يكونش هو اتعمل سلم حقيقي، يعني في ناس بتعمل تستخدم امر السلم، وفي ناس بتقول له موديل ان بليس وتعرفه على انه سلم، تمام. ده برضه ستير ان بليس. طيب خلينا نشوف كده في ال 3 دي، ده جينيريك موديل غالبا كنت انا اللي عامله، تمام. ادي اشجار زي ما بقول لك، ما بقاش متعرف عليه 100% كانه معمول بالبرنامج الاصلي، تمام. بس لو تخيلت ان انت تعمل الشغل ده كله تعيده هتلاقي بياخد منك وقت كتير، تمام. فهو الفكرة ان انت تعمل اوبن دي كويسة جدا، وتقدر تسافر في اي وقت، تمام. خلي بالك مثلا في العادي ان اللايتنج دي بتبقى مخفية، تمام، وتقدر تدخل تغير الخصائص تخليها مخفية مفيهاش مشكلة يعني، تمام. وده بقى ده شخص عادي، هو الجينيريك موديل، تمام. يعني في بعض العناصر حتى الآن ما بتطلعش 100%،
دي اعتقد خلايا طاقة شمسية.